الاخبار؟ مفيش اي حاجه. معقوله مفيش اي حاجه طالعه خالص؟ خلاص تعالى اوديك القطر اما نشوف هناك. ما انا كلمت محطه القطارات، السواقين عاملين اضراب، مفيش اي حاجه رايحه هناك. ده حتى سعيد مش عارف يلاقي بنزين، تخيلي. مش عارفه اعمل ايه. بص بقى، هي ملهاش غير حل واحد، ان انا اوصلك. لا لا ما ينفعش. ازاي ما ينفعش؟ ايه هو في حل تاني؟ مش انت راجع النهارده؟ ان شاء الله. خلاص ساعتين رايح وساعتين جاي. وبعدين يعني يا استاذ ادهم انت ياما عملتلي بصراحه، يعني مش هينفع. طب هنعمل ايه مع الاستاذ حسن ومي وشغلك؟ لا طبعا، ما انا هقول لبابا. وغدا هتمسك الشغل هي واحمد، ما تخافش عليهم، متمرنين كويس. ماشي. انت عارف بقى مين المهم اكلمه قوي دلوقتي؟ مي. اوكي. الو، هاي مي. بقول لك انا طالعه مع ادهم من الشرقيه اوصله، مش لاقي اي حاجه خالص توصله، ولازم يروح لاهله. اه طبعا، قولي انت البابا. ها ماشي حبيبتي، وانت كويسه؟ طب الحمد لله. بقول لك يا مي، متهيألي ده وقت كويس قوي انك تتكلمي مع بابا وتصالحيه وتهتمي. لازم العلاقه بينكم ترجع زي الاول. ايه يا حبيبتي؟ خلاص وطمنيني. اوكي، اول ما اوصل هكلمك. اوكي يا حبيبتي، باي باي. بس يا سيدي اهو كده بقى كله تمام. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ليلى والله. على ايه بس؟ يلا اركب. يلا يلا بينا. زي مصر جميلة كده. فعلا والله بلدنا جميلة قوي، فيها حاجات كتير وخير كتير. على فكرة بقى انا تعبت بالسواقة، ممكن تيجي تسوق شوية؟ انا معرفش اسوق، انا من الناحية الشمال خالص. ماشي انجليزي انت. ماشي، اوعدك هتعلم بس وهبقى اساعدك في الموضوع ده. مش عارفة ليه حاسة ان احنا قربنا، مش فاضل لنا كتير يعني. هو المفروض في داخلة يمين قالوا لي عليها من الطريق العمومي. اه فممكن تكون دي. ايوه اقرا الورقة اللي معاك، مش دي كان فيها علامة كده؟ اه انا كاتب بس حاجة. تعالى نجرب نخش من هنا، شكلها ممكن تبقى الداخلة دي. اوكي جدعان يا جميلة يا عربيتي يا حلو. ايه الخبر ده؟ جابوا ريحة للأعصاب بجد. ايوه معقول النخل في بلدنا جميل. ده انا لو عايش في مصر لازم اعيش في مكان زي ده. لا احنا شكلنا كده رايحين على طريق سد. بيننا تهنا يا ادهم. انا ما اعرفش اي حاجه في المنطقه دي خالص، والراجل شرح لي مش عارف. بعدين بقى والعربيه مالها كده؟ انا مش عارف تعمل صوت غريب وما بتسحبش. طب بالراحه بالراحه. يا ربي. لا في حاجه غلط. في ايه؟ تكتمت شويه. مش عارف. مش عارف بجد، مش عارفه ايه الحظ ده. افتحي لي العربيه، افتحي لي العربيه. فتحت. اخبار البطاريه ايه؟ البطاريه كانت ماشيه كويس، مفيش حاجه. استنى استنى يا ادهم، لمبه البنزين، البنزين فاتي مني. دي كارثه، هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه الحظ ده يا ربي؟ طب انا هقول لك على حاجه. ها؟ ما تيجي نقفل العربية ونطلع نمشي كده شوية، يمكن نلاقي بنزينة ولا حاجة. يا سلام، قفل العربية عشان اسيبها لوحدها كده عشان يكسروها ويسرقوها. لا يا عم روح انت، ها
هات لنا جرك البنزين وانا هستناك هنا. ليلى يعني انت خايفه على العربيه انها تتسابق لوحدها ومش خايفه انك تقعدي هنا لوحدك وانا امشي؟ عندك حق برضه. طب ما بكلم حكي عبد المقصود يبعت حد يجرنا. اجرب. ده مفيش رسالة. يا ربي هي مالها كده؟ تعالي 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 نقفل العربية، خدي حاجاتك وتعالي نمشي مع بعض. مش عارفة ليه أنا خايفة. لا تخافي، أنت معاكي راجل. ماشي، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من يومين. آه أنت قلبك أسود قوي. آه قلبك أسود فيه مصري قوي مش إنجليزي. سمعتها من ناس كتيرة. قفلي كويس؟ يعني ايه؟ هسيب العربية كده معقولة؟ خلاص سيبيها ولما نوصل في أي حتة نبقى نبعت أي حد بقى يشوفها. يلا بينا يلا بينا، ما تقلقيش. يعني هنمشي فين يعني؟ أمشي فين؟ هنمشي كده بقى يمين ولا شمال؟ تعالي تعالي نمشي على طول وبعد كده نبقى نشوف بقى. حلو قوي دي. ده بقى شغلي وليا كمان في الحدائق وفي رمسيس. ما حلو قوي. برافو ياسمين. خالد خالد ده حاجتك صح؟ اه خش على سائل اكس هتلاقي الشغل كله وفي شغل برضه معايا هنا. طب هي حلوين قوي يا جماعه. في بعد كده بقى المشروع بتاع الفجالة والمشروع التاني بتاع امبابة، عايز ابقى اقراهم لك. الجميل في المشاريع دي الناس بتنزل بتخلي اهل المنطقة نفسها تشتغل معاهم. فعلا. بيطلع شغل حلو جدا على فكرة. بيعرفوا يرسموا كله يعني؟ والله هي الفكرة في المشاركة مش بس ان هم بيعرفوا يرسموا، طبعا في ناس بتعرف ترسم، ناس شطار جدا. بس فهم استني كده. هما دول؟ ايوه اهو. حلوين قوي. الحاجات دي لسه موجوده هناك صح؟ واحنا ماشيين من المنطقه كان في ناس زعلانة ان احنا ماشيين والولاد الصغيرين، طب خدوا الولاد معاكوا طب يتعلموا. يعني عايز اقول لك رد الفعل ايجابي جدا. حلو جدا. ولسه موجوده الحاجات دي دلوقتي؟ لسه موجوده طبعا، والناس نفسها خايفه عليها يعني، وبينضفوا جنبها و... كويس جدا. يعني ينفع اخد الصور دي؟ طبعا طبعا. مبروك يا نادر. الله يبارك فيك يا هاجر. عارفه يا هاجر؟ انا طول عمري بحلم ان انا كلية المعرض بتاعي لوحدي. الناس كلها تتفرج على شغل انا مش مع حد. لسه تعرف ان بابا عازم كل الفنانين التشكيليين يوم المعرض. وزير الثقافه كمان جاي. كل المحطات الفضائيه. كل الجرايد. يعني انت بالظبط بعد بكره تصحى من النوم هتلاقي كل الجرايد بس تحكي عن ندى عدد. هاجر انت ليه بتعملي كده؟ يعني ايه؟ يعني ليه بتساعديني كده؟ ليه واقفه جنبي؟ علشان انت المدرس بتاعي وانا مؤمنه باللي انت بتعمله ونفسي كل الناس تشوف شغلك. يعني لا سيبك من الكلام الكبير ده، قولي لي الكلام اللي بجد. يعني انت مش عارف؟ مش مهم، انا عارفه. اقول لك على حاجه يا نادر، انا لما بحب بدي كل حاجه، لما بزعل يعني بقفل كل البيبان. بقولك ايه، ما يلا بينا. يلا بينا فين؟ انا ما قلتلكش انا عامله لك مفاجاه. مفاجاه ايه تاني؟ هتبقى مفاجاه ازاي يعني؟ بقول لك مفاجاه. خلينا نروح. خلينا نروح. ماشي. شفت دي؟ شفت. هي دي العدوي. لا.
ايه سعيد؟ احنا مش نلحق نروح لنا بقى عشان نظبط نفسنا وننام نفتح بكره. نادر يعني الاكل حلو والمكان جميل تقول نروح لسه بدري. قاعدين بقى لنا ساعتين ما قلتليش ايه المفاجأة؟ المفاجأة طب غمض عينيك الأول. ايه الجو القديم ده؟ غمض عينيك. ماشي. ما تفتحش أنا شايفاك. مش هي بقي؟ لا. ممكن تفتح. ايه ده؟ بس دي بمناسبة ايه؟ بمناسبة اني انا عايزاك بكرة تكون اشيك واحد في المعرض، عايزة كل الناس تتفرج عليك. يا هاجر بس ده كتير قوي، مش هقدر اقبل هدية زي كده. لا مش كتير عليك طبعا يعني. ده اسمه بيرولكس؟ وحشة؟ خليني اشوفها على ايدك. انا هقرع لك دي بقى. واو ميرسي يا هاجر بجد. على ايه يعني؟ على كل اللي بتعمليه عشان انا لسه ما عملتش حاجه. خلينا ناكل بقى عشان نلحق ننزل نشتري شويه حاجات. حاجات ايه؟ ايوه احنا لازم نعمل شوبينج. لسه هنشتري بدله وهنشتري جرافات او بيبيون. لازم نجيب جزمه. كل ده؟ انا عامل بيبيون على نفسي في الفرح. ده اكل حلو. لا لا مش قادره، الدنيا حر جدا، انا تعبت. يا ادهم كلم قرايبك دول، شفنا احنا في انهي حته؟ احنا شكلنا تايهين كده. ما انا حاولت اكلمهم بس مفيش شبكه. ما تجربي انت. يعني ما انا كمان ما عنديش شبكه. في ناس هنا، تعالى نسال. تعالى نسال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت محتاجين مساعده، العربيه وقفت ومحتاجين بنزين. امور يا ست هاني. هو في بنزين قريبه من هنا؟ على اول الطريق. لو سمحت تعرف عزبة الحاج عبد المقصود فين؟ هي مش بعيدة قوي، عقبال بس ما تتفضلوا حضراتكم كده تاخدوا واجبكم هشيع لحد يجي ياخدكم على طول. يعني هي قريبة من هنا؟ أيوة مش بعيدة، ما أنا الغفير بتاعه. أنت الغفير بتاعه؟ أيوة اتفضلوا خدوا واجبكم اتفضلوا. لا لا مش وقت. لا والله أبدا. والله متشكرين. والله العظيم أبدا. مش هينفع أسيب العربية لوحدها. والله ما تيجي يا ست هاني. اتفضلوا اتفضلوا خدوا واجبكم كده وهشيع لكم حد يجيب لكم شاي بسرعة على طول. لا مش عايزين شاي ولا واجب ولا حاجة، أنا مش عايز أسيب العربية لوحدها بس لو سمحت. والنبي يا ست هاني، ما هو تاخدي واجبك وهبعت حد يجيب لك أي ركوبة كده ويوصلك على طول يا ست هاني. اتفضلي. كتر خيرك. يلا لحلح كده هات لنا شاي. بتفرج علينا ليه؟ شكرا. عفوا يا ست هاني. يعني انت عارف الطريق؟ ان شاء الله هبقى عارفه يعني. جو جميل، منظر حلو. تعالي بصي يا لالا. جو ايه بس اللي جميل؟ مفيش شبكه وعايزه اكلم ابويا، مش عارفه اعمل ايه. ما تقلقيش، احنا نشرب شاي ونروح لهم على طول. وأول ما نوصل هناك كل حاجة هتتحل. يا دي الشاي، عايزة أطمن على عربيتي. مش فاهمة بس نوصل فين، إحنا كده هنتأخر والدنيا تليل علينا. قوم ده وقته بس، بتصور إيه؟ منورينا والله. تشكر، ألف شكر. عقبال ما تاخدوا واجبكم بقى بالسلامة كده إن شاء الله. هتكون الركوبة جت عشان تاخدنا لبيت الحاج عبد المقصود. خلاص هنروح؟ إن شاء الله. طب وعربيتي؟ ما تخافيش يا ست هانم، واقف جنبها حارس. طب الحمد لله كتر خيرك. ربنا يخليك، اتفضل اتفضل خد وجبة. الشاي. اتفضل. يلا. أشكرك يا بيه. ربنا يخليهم. حبيبي. بسم الله. وده إيه ده بقى؟ ده فطير مشلتت. كده. لازم نجربه. إيه ده؟ جرب كده. امسك امسك. ايوه اتفضل معانا. اتفضل معانا. لسه متغدي والله. حلي صح. شكرا.
تشرب شاي؟ هاخد كوبايه. ماشي. ايوه كده. وريني بقى واحده كمان. برافو. زي ما انت. جميل. الله. هايلة. برافو. حلوة دي. برافو عليك. طبعا الحمار معايا؟ طبعا. أيوة يا سيدي، الحمار طالع معاك. يا جماعة يلا يا جماعة، إحنا لازم نمشي، مفيش شبكة. عايزة أكلم أبويا وأختي وأطمنهم. أنا عايز أشوف التصويرة بتاعتي. بص يا سيدي، عارف لو الجماعة بتوعي شافوها هيقولوا إن أنا ممكن أعمل إعلانات في التلفزيون. ممكن أخدها بقى؟ طبعا، أول ما نوصل لهناك هسيبها لك بفلاشاية. أو على سيدي هيا. سيدي هيا وفلاشاية بس يا آدم، إيه شغل الخواجات ده؟ يا عم صباح الخير بالليل. صح. طب يلا عشان نهم كده ونلحق نوصل. يلا وحياتك، يلا بقى. الله، ما هي الركوبة أهي. دي؟ يس. أميزنج. أنا عايزة أتصور مع الجحش، بجد عايزة أتصور مع الجحش. يلا بينا. يا جحش. وريني. يا حبيبي بيرضع من ماما. يا حبيبي. ايوه حلوه، بصي لي هنا. جحش طالع؟ طالع طبعا. حمار. فيري نايس، فيري نايس. تطلع معانا؟ تعالى اخد لك صوره معاك. يلا خش. لو وسط الجحش. ايوه كده.